الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجز الاخبار من التلفزيون المصري اهلا بكم اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي واعضاء الحكومه الجديده والمحافظين ونواب الوزراء والمحافظين وذلك عقب ادائهم اليمين الدستوريه وخلال الاجتماع وجه الرئيس السيسي باستكمال مسار الاصلاح الاقتصادي على جميع الاصعده مع اعطاء الاولويه للتخفيف عن المواطنين وتحقيق طفره ملموسه في المجالات الخدميه وعلى راسها الصحه والتعليم كما وجه الرئيس السيسي بمواصله وتعزيز جهود صون الامن القومي المصري والحفاظ على المكتسبات التي تحققت في مجالات مكافحه الارهاب وتحقيق الامن والاستقرار، وكذلك مواصله العمل على ترسيخ مفاهيم المواطنه والتسامح وعدم التمييز بين جميع المواطنين، كما اكد الرئيس السيسي اهميه التطوير الشامل للسياسات والاداء الحكومي بما يتواكب مع حجم التطلعات، وكذلك التحديات خلال المرحله المقبله، مشددا على اهميه استفاده من الخبرات السابقه تعقد الامانه العامه لجامعه الدول العربيه اليوم اجتماعا طارئا لمجلس الجامعه على مستوى المندوبين الدائمين بناء على طلب فلسطين ويبحث الاجتماع سبل مواجهه جرائم الاباده الجماعيه بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزه وتقويض صلاحيات الحكومه الفلسطينيه في الضفه الغربيه المحتله قالت حركه حماس ان رئيس مكتبها السياسي اسماعيل هنيه اجرى اتصالات مع الوسطاء في مصر وقطر بشان افكار للتوصل الى اتفاق لانهاء الحرب في غزه واضافت الحركه في بيان انها تعاملت بروح ايجابيه مع فحوى المداولات الجاريه بهدف التوصل لاتفاق يضع حدا للعدوان الاسرائيلي الغاشم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزه من جانبه قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تدرس رد حماس وستقدم ردها للوسطاء واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي قصفه العنيف على مناطق متفرقه من قطاع غزه واعلنت مصادر فلسطينيه انتشال اربع شهداء وثمانيه مصابين بعد استهداف طائرات اسرائيليه بنايه سكنيه في حي الدرج بغزه من جانبه اعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي مقتل ضابط خلال معارك شمالي قطاع غزه وكانت مصادر فلسطينيه قد اعلنت في وقت سابق استشهاد 33 شخصا في الهجمات الاسرائيليه على مناطق متفرقه في قطاع غزه خلال الاربع وعشرين ساعه الماضيه صادقت إسرائيل على مصادرة 12.7 من كم مربع من أراضي الضفة الغربية المحتلة وقال بيان لمنظمة السلام الآن أن تلك المصادرة تعد الأكبر منذ ثلاثة عقود وصفا إياها بأنها ضربة جديدة للسلام بالشرق الأوسط وبهذه المصادرة ترتفع مساحة الأراضي التي أعلنتها إسرائيل أراضي دولة منذ بداية العام إلى 23.7 من 10 كم مربع تبادلت قوات حزب الله اللبناني وإسرائيل القصف على طول الحدود وأكد حزب الله اللبناني أنه أطلق رشقة صواريخ من القطاع الشرقي جنوبي لبنان باتجاه شمال إسرائيل كما استهدف الحزب موقع السماق الإسرائيلي في تلال كفر شوبا بالأسلحة الصاروخية هذا وشنت قوات الاحتلال عدة غارات على جنوب لبنان حيث أعلن حزب الله مقتل القائد محمد نعمة في غارة إسرائيلية يتوجه البريطانيون اليوم إلى مراكز الاقتراع للمشاركة في الانتخابات التشريعية وبعد ستة أسابيع من الحملة وأربعة عشر عاما من حكم المحافظين الذي شهد تعاقب خمسة رؤساء وزراء بينهم أربعة اضطروا للاستقالة من المتوقع أن تصوت البلاد لصالح يسار الوسط ليصل كير ستارمر إلى داونينج ستريت بحسب استطلاعات الرأي خلال اجتماع مع الرئيس جو بايدن في البيت الابيض تعهد جميع حكام الولايات الامريكيه الديمقراطيين بدعم بايدن في سعيه للبقاء في السباق الرئاسي والفوز بولاية ثانية. وقال حاكم ولاية ماريلاند ويسمورل للصحفيين في البيت الابيض اثر الاجتماع ان حكام الولايات اتفقوا على دعم بايدن في حين قال حاكم ولاية مينيسوتا تيم فالز ان بايدن اهل لتحمل اعباء المنصب بعدما اطلق اداؤه في المناظرة دعوات لانسحابه من السباق الرئاسي. إنتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر